ومتابعة لهذا الموضوع المستأثر بالاهتمام حاليا معنا ضمن الفقرة الاقتصادية زميل خالد مصطفوي. خالد، بداية أهمية وحجم خطة الإنقاذ هذه. هشام، كما تتبعنا كما جاء في بعض التفاصيل في التصريح الذي أدلى به عشية اليوم وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، فإن عملية إنقاذ المكتب الوطني للكهرباء والماء رصد لها في المجموع حوالي 45 مليار درهم، مبلغ ضخم ستتحمل منه الدولة والمكتب حوالي 70%. الخطة وصفت بأكبر عملية إنقاذ لمؤسسة عمومية في تاريخ المغرب، وهي خطة ذات بعد استراتيجي وحيوي بالنسبة لمستقبل البلاد. فكما يعلم الجميع، الكهرباء والماء يشكلان عصب الحياة والاقتصاد. بطبيعة الحال هناك مجهود سيتحمله المواطن من خلال مراجعة تدريجية للأسعار، وذلك من أجل ضمان التناسب الملائم بين سعر الإنتاج وسعر البيع. إعداد خطة الإنقاذ تطلب اجتماعات ماراثونية بين جميع المتدخلين في القطاع، حيث حرصت الحكومة على استثناء الأسر ذات الدخل المحدود من أي زيادة في الأسعار، شرط أن لا يفوق استهلاكها من الكهرباء 100 كيلووات ومن الماء 6 أمتار مكعبة. هشام. نعم خالد، لماذا هذه الخطة في هذه الظرفية بالذات؟ هشام، عملية الإنقاذ لا مناص منها لتفادي إفلاس المكتب الوطني للماء والكهرباء، عملية حيوية بالنظر للطلب المتزايد على المادتين بسبب التوسع العمراني وظهور مدن جديدة، وأيضا متطلبات البرامج القطاعية مثل رؤية 2020 للسياحة ومخطط النهوض بالصناعة الوطنية وغيرها من مشاريع البنيات التحتية التي ستعود بالنفع على المواطنين من خلال خلق فرص الشغل وتحسين ظروف المعيشة. هذه خطة استباقية كي لا يعاني المواطن المغربي مثل ما يعاني المصري واللبناني اليوم مع الانقطاعات المتكررة للكهرباء. هي أيضا خطة جريئة يجب أن تخرج من دائرة المزايدات السياسية والنقابية. كثيرة هي الملفات التي فرطنا في معالجتها في حينها، واليوم نؤدي ثمن التماطل والحسابات السياسوية الضيقة مثل التقاعد وصندوق المقاصة وعجز الميزان التجاري وغيرها من الأوراش المصيرية التي لو تمت معالجتها منذ سنين بل ومنذ عقود ما كنا لنصل إلى حافة الإفلاس. وهنا لابد أن نستحضر سياسة بناء السدود بالمغرب والتي بدأت غداة الاستقلال وتواصلت تدريجيا إلى يومنا هذا، وتؤمن جزءا هاما من حاجياتنا من المياه، وجعلتنا في وضعية أحسن بكثير من جيراننا الذين رغم ثرواتهم المالية ما تزال عدة أحياء من مدنهم تشهد انقطاعا متكررا في الماء يوميا. نعم خالد مصطفى، وشكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. كنت معنا ضمن الفقرة الاقتصادية.